إذن مشاهدين الأعزاء مستمعين الأفاضل، التحية تتجدد من هنا من هذا المكان ومن هذا الصرح التراثي الكبير والأصيل والجميل. ينطلق شوط جديد من أشواط الانطلاقات الجميلة، حيث ينطلق الشوط 19 والذي حمل في طياته وكشوفاته هناك جعدان ومن فئة الإنتاج. هناك في انطلاقات هذا التحدي بدأ هذا الشوط وانطلق هذا المسار لتنطلق الجعدان ونسير مباشرة مع نهاب اللي على الصدارة والمقدمة، نايف بن سالم بن حادة الاكتبي متقدما على المركز الأول ومتسيدا لهذه الأسماء منذ البداية، بينما المركز الثاني دوبان على المرتبة الثانية ينطلق بشعار محمد بن مخيت بن محمد المنصوري متواجد على المركز الثاني باحثا عن الفوز والانتصار الجميل، بينما المركز الثالث من بدأ على ثالث المراكز وتقدم في هذه اللحظات المثيرة، هناك من ينطلق في هذا التحدي هناك من الجانب الآخر مع جاد اللي على المركز الثالث، وبدأت الجدية في هذا التحدي مع سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، والتدخل من إجباري بدأ إجباري في هذه اللحظات، الراشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري يتدخل على المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن الوصول أيضا من الأسد من كشر عن نيابة وانطلق بشعار سالم بن سعيد بن ديبان المنصوري. الله 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 يا هذه التدخلات الجميلة وهذه الشعارات المثيرة مع نهاب الواصل، نايف بن سالم بن حادة الاكتبي، وأيضا 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 الوصول هناك من الجانب الآخر مع انطلاقة طاير ناصر بن مفرح بن تويم الأحبابي، هنا ينطلق وأيضا مع ممدوح لسعيد بن مضفر بن محمد العامري يتدخل أيضا هنا في هذه اللحظات، شعار راعي سوق، ولكن لا بد من العودة إلى المركز الأول إلى سراب، من تسرب في هذه اللحظات وانطلق كالسراب لياتي مع المركز الأول لمحمد بن سالم بن سلطان الدرعي مع المركز الأول، ولكن التدخل بدأ من الأسد سالم بن سعيد بن ذيبان المنصوري. الله 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 يا هذه الشعارات يا هذه القوة، جاد على المركز الأول في هذا المسار، سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، والتدخل من العملاق العيناوي ياتي مع ممدوح سعيد بن مضفر بن محمد العامري والوسمي، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا التدخل مع صقر بن هدوب بن سعيد العمري، تجاوز من حيث لا نعلم وتدخل على المرتبة الأولى لياتي على الصدارة لياتي على المقدمة لياتي مع المركز الأول هناك مع الوسمي، وسق الله دارك من الوسمية هناك مع انطلاقة الوسمي، صقر بن هدوب بن سعيد العمري طارك الصقر، وحد السلامات إلى السلطنة إلى السلطنة، هناك مع المرتبة الأولى، ما شاء الله ما شاء الله على هذا العرض الجميل على هذا الانطلاق على هذه القوة، واللي ثاروا مع الوسمي صقر بن هدوب بن سعيد العمري، وسلام السلطنة سلام سلام السلطنة على هذا الإنجاز الجميل مع العمري العمري العمري، انطلق بالمركز الأول بينما المركز الثاني وصل هناك الزعيم عمير بن علي بن عمير الاكتبي، ثالث المراكز وصل فيه هناك ممدوح سعيد بن ظفر بن محمد العامري، رابع المراكز انطلاقة جاد سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، خامس المراكز مبعد سالم بن حميدي بن عمى الشامسي. إذا متابعين الأعزاء مستمعين الأفاضل، شهدنا هذا التحدي الجميل وشهدنا سلالة الوسمي من انتزعت هذا الفوز.
الفوزي والانتصار. صقر بن هدوب بن سعيد العمري مسجلا توقيتا مقداره 4:26.09 والسلام يا السلطنة، سلام على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما المركز الثاني من وصل في هذا التحدي الجميل وانتزع المركز الثاني بكل قوة وجدارة مع هذا المسار الرائع والممتاز، وصل في هناك الزعيم عمير بن علي بن عمير الاكتبي 4:32.04. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصل فيه هناك ممدوح لسعيد بن مظفر بن محمد العامري، أتى بالمركز الثالث وحقق هذا الفوز والانتصار الجميل ب4:36 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.